بالطاقم الابيض فابيض فابيض ويتمنى ان تبقى ليله بيضه بالنسبه له، وعلى شمالنا النادي الاهلي احمر في اسود فاحمر يتمنى تبقى ليله حمراء بالنسبه له، البيضه بيضه والحمراء حمراء، في الحالتين هنا ليله جميله وهنا ليله جميله، ونحن النهارده في ليله جميله باذن الله. هيعتمد اتصور على اللعب الجماعي وانطلاقه ودخل وليد سليمان، هلا بالعرضيه عرضيه هوبا افتتحناها افتتحناها بدري قوي افتتحناها بدري قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا مؤمن، يا سلام عليك يا مؤمن يلي مسافر الامارات بعد الماتش ده. اتعملت عرضيه جميله جميله من وليد سليمان في الدقيقه الثانيه. ايه الافتتاحيه الغريبه دي؟ ده افتتاحيه غريبه ومبكره جدا جدا جدا. دخل مؤمن اخذها كده بمنتهى القوه وليد سليمان ودخل لجوه ما قدرش يلمسه، والعرضيه لوحده خلص بطن رجله. يا عيني يا عيني على الافتتاحيه وجمالها، يا عيني على الافتتاحيه وروعتها، روعه 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 روعه. النادي الاهلي في الدقيقه 2 بيقول لإيهاب جلال والله لو حطيت لي مين انا عارف انا بعمل ايه. الماتش لسه بدري طبعا، لكن انطلاقه حلوه، دخل ما قدرش يلمسه مؤيد العجان ولا الونش، عملها عرضيه وبيمينه مفيش اي مشكله لمؤمن زكريا، وحط ايديه على ودانه كالعاده، ارفع ايديك رفع ايديه وحط ايديه على ودانه كالعاده، والهدف الاول المبكر جدا للنادي الاهلي في الدقيقه الثانيه. يا نهار ابيض على الليله يا راجل، يا نبوش حفني ده يقعد يا راجل، انت ما عندكش فكره. وضرب الجزاء وضرب الجزاء لحازم امام الحريف الفنان، وضربة جزاء لحازم إمام الحريف الفنان. لسه بقول لنبوشة يا راجل تستبعد أيمن حفني، ده أنت ما عندكش فكر، ده أنت ما عندكش فكرة يا نبوش يا راجل، ده أنت ما عندكش. بص بص اللمسة بتاعته دي لمسة سحرية، يا يجيب جون يا يتشنكل، اتشنكل الراجل. وضربة جزاء صحيحة 100% ارتكبها مؤمن زكريا في حق حازم إمام، حط جسمه بغية الشنكلة والإعاقة وتبقى ضربة جزاء. قلت لحضراتكم السيناريو ماشي خطير على النادي الأهلي، بيبان الصورة بتتكلم، الصورة بتتكلم. ضربة جزاء لنادي الزمالك، وإيهاب جلال النهاردة ممكن يبقى بطل، ممكن يبقى بطل قومي. مين بقى اللي هيلعب؟ باسم، باسم بعيد يا باسم من زمان، لازم تركز قوي قوي قوي. باسم مرسي قد تبتسم له الكرة، باسم وهوبا حرام يا راجل يا راجل. بقول لحضراتكم باسم مرسي بعيد ما ينفعش، كان لازم إيهاب جلال يتدخل، كان لازم يتدخل، لأنه في النهاية هو لعيب كبير مش عايزين نقصوا عليه، لكن في مثل هذه الكرات الحساسة لازم واحد يبقى رجله في الملعب. يخش بقى الشامي، يخش طارق حامد، يخش مدبولي، يخش جبر، لكن هو عايز يستعيد الثقة بسرعة. بس عايز يستعيد الثقة، الثقة هتجيلك يا ابني، الثقة هتجيلك ما تقلقش، انت لعيب كبير والثقة هتجيلك، لكن قدر الله وما شاء فعل. هارد لك يا باسم. نقلة التانية للنادي الأهلي وضربة حرة مباشرة، وقد تكون هذه الكرة نقطة انطلاقة أخرى للمارد الأحمر، الله أعلم. هي كرة القدم كلها متناقضات ومتغيرات، اوعى تنسى ماتش الكونغو من 1-0 لمصر في الدقيقة 65 ل1-1 في الدقيقة 86 ل2-1 لمصر في الدقيقة 93. كرة القدم فيها كل ما تتخيله ولا تتخيله، عشان كده اللي تجيله فرصة لازم يثبت فيها أمام المرمى، لازم. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، ومؤمن زكريا طبعا سعيد جدا لان هو اللي تسبب في ضربه الجزاء انها ما جاتش. وليد سليمان عايزه واحد اشول طبعا، وعبد الله السعيد وحيطه خماسيه، وهنشوف مين اللي هيسدد. هتتسدد من مره واحده ولمسه واحده، وداخل مؤمن جوه الحيطه وهوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي يا عالمي يا شناوي يا عالمي، حلوة قوي قوي. وليد سليمان روعة 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 يا وليد، وروعة روعة روعة يا شناوي. ايه الجمال ده يا ابني،
ايه الحلاوة دي؟ ارتقاء من تحت المقص، حلوة 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 من سليمان واحلى من الشناوي. يا سلام على الستايل والجمال يا شناوي. عبد الله السعيد، حلوة 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 حلوة، هوبا، ايه ضرب الجزاء، يا نهار ابيض، يا ليلة حمرة يا ليلة حمرة. خلي بالك ماسا ده طلياني ما بيهزرش، طلياني من عند الباستا، من عند الباستا، والباستا يعني مكرونة. الراجل ما بيهزرش، في ثانية واحدة أخذ القرار. بقول لحضراتكم الماتشات بتقلب، لكن تمريرة روعة من عبد الله سعيد. طلع الشناوي غلط في رأيي، غلط في رأيي، اضطر ان هو يمسك قدمه من تحت، اهي وقع الراجل، وتبقى ضرب الجزاء، وتبقى ضرب الجزاء رجله، حسب على رجله، حسب على رجله، ضرب الجزاء لصالح النادي الاهلي. بقول لحضراتكم الماتش يقلب في ثانية، الماتش يقلب في ثانية. هنشوف اكيد عبد الله السعيد، اكيد عبد الله السعيد، هنشوف هو عبد الله السعيد، وريني وشه، ادي بصتك، ايوه، وادي نفختك، وادي لحيتك، ادي انت كلك، نورك وضلك، ادي انت كلك، نورك وضلك، وايه وايه، وحطيتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الليله الحمراء، يا نهار ابيض على الليله الحمراء. ادي بصيتك، وادي نفختك، وادي لحيتك، ادي انت كلك، نورك وظلك، وحطيتك، حطها السعيد ابن السعيد. حلوه 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 حلوه، سبحانك يا رب، وسبحان مغير الاحوال من حال الى حال. قلت لحضراتكم الزمالك ماسك كوره وبينقل ومستحوذ ومتمكن، وكل اللي عايز تقوله تقوله، وجات له ضربه جزاء. لو جت كان بقى الطوفان، ما جاتش الضربه، اتقلبت المباراه فجاه، وضربه جزاء بتمريره سحريه من السعيد ابن السعيد، حطها المعلول، دخل معلول اخد بهلول، وضربه جزاء صحيحه حطها اللاعب الكبير قوي قوي عبد الله سعيد. 2-0 للنادي الاهلي في الدقيقة 42. هي دي الكورة، هي دي الكورة، اوعى تقول لي حاجة غير كده، وتعلمناها كده. ايهاب جلال الله يكون في عونه كان على مشارف انه يبقى بطل، وهو بطل الحقيقة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حرام عليك، ازارو رفض الهدية في الدقيقة 43 من الشناوي، رفض الهدية. جات له هدية ايه؟ ملفوفة لفت جاتوه، ملفوفة لفت جاتوه، كان راس يفتحها ويخش على الملفي، لكن رفض كل الملفي، وكان ممكن تبقى 3-0، يعني ربع دستة. إنما أراد المولى سبحانه وتعالى أن يحتفظ الزمالك بإمكانية التعويض. وانطلاق وانطلاق، وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله، وأرضية، وهي، ومرة تانية، وعلى يمينه، وهوبو، يا نهار أبيض، السيرك القومي اتفتح، السيرك القومي اتفتح. قلت لكم بتقلب في ثانيه، غداره غداره هذه المستديره النواره، غداره غداره غداره. عدى عبد الله، فنط الزبون، اخذ الزبون، عزم الزبون، حطها ارضيه على يمينه مره تانيه، ويلف لفته، لكن ما تروحش في اتجاه المرمى. مؤمن زكريا كان ممكن يبقى 3-0، كان ممكن تبقى 3-0. يتدخل رامي ربيعه، وخطيرة 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 وخطيرة، والهدف، وليد أزارو والهدف. يا نهار أبيض، بالتلاتة بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة، يا نهار أبيض. ما عملهاش في آخر الشوط الأول، قال أعوضها في أول الشوط الثاني، يخرب عقلك يا راجل. لكن القطع حلو قوي قوي قوي، واللمسة من وليد سليمان بوش رجله الخارجي، مفيش أجمل من كده. وأي أي 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 أي، 3-3 تلاتة 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 بس يا حبيبي، علمني الرأس. حلوة 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 حلوة. أزارو يا جماعة، أزارو مهم. واحد يقول لي ده ما بيعرفش يجيب جول، ما هو جايب اهو يا اخوي، وجاب قبل كده 8-9 تجوان، وبيهد حيل أي دفاع. لعيب مهم مهم مهم. 3-0. قلت لحضراتكم الماتش
صعب جدا جدا جدا. ويطلق الحكم الدولي الإيطالي صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 3-0 على غريمه التقليدي نادي الزمالك. بكده النادي الأهلي حصد 3 نقاط غالية جدا، وصل للنقطة 39 متخطيا النادي الإسماعيلي بنقطتين، يعني بالبلدي النادي الأهلي ركب الدوري، وده لما بيركب ما بينزلش.